لا يفتى ومالك في المدينة. وطبعا أستاذي اللي تلمست عليه الدكتور حسام موافي، أنا بفتخر إن هو أستاذي ويرجع الحق إلى أصحابه ويفضل علم من الأعلام اللي بتنور الدنيا كلها. الدكتور حسام موافي كان بيدي دروس الباطنة مجانا، أنا شفت 40 سنة متصلة بديها مجانا بالذات رغم كل الدروس الغالية. الناس بتاخد كورس الباطنة بآلاف الجنيهات، الدكتور حسام موافي بيدي الباطنة ببلاش 40 سنة متصلة ولا يطلب منها حتى بيحضرهم مش من طب القاهرة، القاهرة والأزهر والإسكندرية والطه كل كليات مصر كانت بتحضر الدكتور حسام. الدكتور حسام كان نازل الكتب بتاعته والمحاضرات بتاعته مجانا للطلبه. الدكتور حسام يعني ربنا سبحانه وتعالى لما بيدي لحد عطاء وفيوز لازم هو بيكون قدم عطاء كبير. احنا بنقدم العلم بتاعنا لله. الاستاذه صاحب بتقول الدكتور هدى نص مليار مشاهده، انا عاملين 3 مليار مشاهده. الحلقات بتاعتنا بتكون 15 المليار 1000 مليون لغايه معلوماتي 1000 مليون 1000 مليون وده بفتح ربنا وليس باجتهادنا. اذا احسنت انا بيني وبين ربي احسن الله ما بيني وبين العباد. الطاقه اللي انا باخدها من ربنا في قيام الليل هي دي الطاقه اللي انا بدي منها الناس. لو ما عنديش طاقه ايمانيه مش هعرف ادي لحد حاجه خالص ولا العلم اللي انا خدته ده. اهم الشخصيات ممكن نرجع هنا لو سمحتوا. انا عايز اديله حاجه ثانيه عشان الناس، عايز اديله حاجه ثانيه، عايز اديله اب قدوه لان هو قدوه، يعني هو قدوه للمتكبر. انت لو عايز شويه لك
سنة صحة. انت لازم بقى تقولنا حاجه موسيقيه وذكرياتك يا سعودي مع ام كلثوم، عايزين نعرف الاسرار. الموسيقار التبليل هل يمن مبروك للموسيقار التبليل هاني مهنا ملك سفين يوم تحت الفنون في التأمين في ام كلثوم. مساء الخير جميعا، كل سنه وانتم طيبين. هي الروح مش عارف ايه اللي هو كل ده بقول طيب. هي سنه كنت صغير اشتغلت مع العليم اللي تحب وحكم من الهواء ممكن يصير في اخر حياتي. الجميل في الموضوع ان انا مش بس اشتغلت مع ام كلثوم والعليم وغيرها، كل ده بالعكس أنا كنت بحث لهم أصابيح ليهم، يعني نوع الجلسات غدا بعشاء، وأستمتع بفكر أم كلثوم وثقافة أم كلثوم. دي كانت ست فعلاً، يعني مهما أقول لهم الواحد أقول لك كده حاجة أوصل لها في آخر الموضوع، يعني إزاي هي بتقرأ حتى في فكر آخر تغوص في أفكار الآخرين. أستاذ عبد الله نفس الشيء. فدي مدرسة يعني الواحد حصل ان انا وشرفت ان انا اشتغل معاهم واقعد معاهم وصاحبهم يبقوا اصدقاء زي ما انا ببقى عايز اتعامل في النسخه. الحاجه الجميله كمان علاقتي ست ام كلثوم، يعني اقول ايه؟ مره كنت المفروض ان انا في جروب نادي الحب كان عندي كل صغير كده جاي من لبنان، فجيت لا مش خايف عليه اسود حته مش غالي قوي، انما جبت واحد غالي قوي كبير وكان عارف ان اشتغل في السوق، وللاسف شالوه في قريه الفضايع وطلبوا مني 7 ترخيصات من وزاره الدفاع وزاره المخابرات العامه وشيخ الكليه في البلد ومش عارف ايه، 7 هيئات تعدي منهم الترخيص. طبعا موافقات ترخيص ده عشان يجي عايز سنه عشان اجيب الموافقات الساعه. فقلت خلاص هرجعه هنا بقى خلاص. فانا في ثاني جروب عم بحكي ارحم حسين مدير الفرقه وعايز القطاع فحضر انا كان عندي دور في قريه الوضع يعني. قلت له ايه؟ انا 25 موافقات بتاعهم ترخيص تصريح بتاعهم. فاستاذنت الفرقه ودخلت في الدور قالت المهندس خذ لي رقم الفلاني. طلب الرقم الفلاني شاورني بالازاز الاردن فين؟ قلت له طالع بجد مجنون على المصري. نقل الحاجات دي للي كنت حادث معاه، وبعدين رحنا بدانا شغلنا في الجروبه يعني في نص الكوبليه كده راح جاي المهندس وقع عليها وقتها كلمه كده انا ما سمعتش الراجل بعيد استاذنت الفرقه واحد تاني هناك. ردت على التليفون وبعدين شاورني بالازاز تاني على فكره بكره ان شاء الله الساعه 9 الصبح تروح المطار السن بتاعك. فانا استعجلت قلت لها معقول انت وبعدين بيتكلم معك برضه بتاع السن. طيب يا باشا شكرا لسياده المشير. هي لما بتكلم عبد الله بزمان اللي هو وزير الماليه فبتقول له شكرا لسياده المشير. المشير ده اللي بتاع الماليه فبتقول له تخش. فراح الصبح خدت الدور لقيت كل المقامير واقفين بره على الصف. وقلت لهم ده الدكتور بتاع الولاد بتاع ام كلثوم. يا اخوانا ده شوف انتوا حتى بوليس الشحن وكده. وقال لي طب بس تاخد معاك بتاعك رئيس الجمهوريه عشان يسلم على ام كلثوم مندوب عندنا في الكليه. فكان ده يعني بوريكم ازاي ان ست ام كلثوم مش احساسها بس يعني. طبعا هي كده اعتمادها على مصر بصراحه. كل اللي عملته المجهود الحربي وغيره وغيره يعني كانت بتدخل الوقت في مصر اكتر من قناه السويس كلنا عارفين هذا الكلام. عايز ام كلثوم دي حاجه يعني رمز كده ما حدش يقدر يختلف بيه او يقلده حتى في الصوت. دي ام كلثوم. عبد الحليم نفس الشيء. انا بس دايما بقول ان الفنان ده لو بيمتحن الفن يحب الفن عشان الفن يحبه. يعني ما ينفعش يعتبره سميع يعتبره صبوبه يعتبره كذا ما ينفعش. الفنان لازم يحب الفن بجد. يعني انا شفت وده تاريخ مش مرسل ده تاريخ مقيم وقرار
حب فريقه أكثر من صحته. كنا بنلعب بروفا واحنا في وسط البروفا الساس اللي كنتش حبانا نزيف عبد النزيف ويرجع تاني يكمل البروفا. فقد ايه وجدته يقول له نايم على السرير ومفيش حفلات ضرب على الحظ الكلام ده. وقد ايه حب فريقه الفريق اللي هو بقى عارف احنا مع بس النهارده نسمعه بعد ان شاء الله ربنا يديكم فوق بعد 100 سنه نسمع احنا مع بس. فبشكركم جميل جدا وهو رئيس محكمة استبداد القاهرة وبدأ العمل في السلك القضائي منذ عام 94 وكيلا للنائب العام ثم مديرا للنيابة فرئيسا لها ثم عين قاضيا بالمحاكم الإبدادية ثم رئيسا لمحكمة قيمة ثم رئيسا لمحكمة مسعود ورئيسا لمحكمة جنوب المنيا أبو القاسم اللاوي ثم عضوا بمحكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة الشهيد المرحوم المغفور له بإذن الله هشام بركات النائب العام الأسبق ثم رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة حتى الآن. إنه سيادة المستشار نايب مشير استشهد للتحكيم الدولي يوم محضر سفير في التحكيم الدولي من منظمة الأمم المتحدة للفنون. اخويا ده شوف سيادة السفير بقى التحكيم الدولي ماجد بشير طبعا ثم نسمعها من حضرتك اتفضل. مساء الخير عليكم جميعا وشكرا جزيلا للدكتور نبيل وللدكتوره سحر وللدكتور مودة وللمنظمه كلها انهم شرفوني ان اتكرم وسط هؤلاء الكوكبه العالم الكبير الدكتور حسام موافي ابونا عند روموس بوليس الفنان الكبير يعني معانا وشايف الاستاذه سميه خشاب والاستاذ احمد فرحات وطبعا الكابتن خالد لطيف. على فكره انا زملكاوي ولعبت بنتي في الزمالك انا كنت الطقم بتاع اشرف صبحي واحنا هزمنا علاء مشرف واحمد الدولتلي اللي هو دلوقتي رئيس الاتحاد الدولي لتنس الطاوله. متشكر جدا جدا لهذه الكوكبه والنخبه الجميله اللي موجوده انهم شرفوني بانهم يحضروا التكريم بتاعي. شكرا جزيلا للجميع ومبروك للجميع وشكرا لكم. اشتغل مع عبد الحليم كان مميز جدا في كل الادوار لما قال لما خيره عبد الحليم قال انت زملكاوي عام ولا زملكاوي اهلاوي قال له انا زملكاوي عبد الحليم قال له عشان ما يزعلش حد معانا يعني الفنان الجميل احمد فرحات وكان مميز وكان مؤثر ايضا الفتره اللي قدم فيها مجموعه من الادوار الفنيه في الفتره دي. احمد فرحات هو برضه لسه طفل على فكره ما لازم بس في الفتره الاول خد احمد فرحات اتفضل. ايوه طبعا انا كنت عايزه اقول لحظه إن التكريم ده حاجة جميلة جدا إن شاء الله تكون وراها بيقول للفنان أول المؤتمر يعني اللي جوه الناحية في مصر اللعيب كورة والفنان وحاجات كتير والأديب والأسرة بيقول له أنت صح وماشي صح ماشي دعوة حد. كنت الأستاذ حبيبي هاني مهنا كان بيتكلم عن فن زمان الجميل عبد الحليم حافظ عمر الشريف فيلم الشافع. مفيش مناسبة جميلة إلا وبنشغل أغنية جميلة من أغنيات سفيرة الفن الشعبي الفنانة فاطمة عين. الفنانة فاطمة عين أنا ما عدتش شغلتها بس بحب أقول لك قطفات سريعة كده اللي فعلا محدش
حدش يستحق الفن الشعبي كسفير لمصر في الوطن العربي الا الفنانه فاطمه علي. هي معانا النهارده وجابت رغم ان هي كان عندها صحوب بس ما حبتش ان هي يعني ما تلبيش الدعوه الجميله دي. وبعدين بشكر جدا حبيبها ورفيقها النهارده اللي بقى شايفين الشاي احنا دي جايزه برده لان انا رحت عندهم كتير واعرفهم تماما. بس في الصيد ويدرب مش لسه مش كده الفنانة فاطمة علي سفينة الفن الشعب. سعيدة جدا النهاردة سعادة لا تخطى كمان إن أنا في وسط الكوكبة الجميلة اللي مدمرين الدنيا كلها ودايما نتقابل على خير ويا رب يديك دكتور عمر الصحة والعافية وكمان اللي كرمونا وحطونا في المكانة اللي تليق بينا. وأنا أحيي اللي كرموني الحقيقة عايزة أحيي كبيرة أوي ليهم عشان التكريم ده الشرف بالنسبة لي كنز. وتوتا توتا توتا وانا قصرتي حدوتا وتوتا من كتري بتنفي كل داري أفوها على داري بيبدو من حدي. وتوتا توتا توتا وانا قصرتي حدوتا وتوتا توتا توتا وانا قصرتي حدوتا. أثناء التكريم سمعت أحد المكرمين هذا في داخل المنى مصر. أنا أكمل كلامك حاجة وجعلتك يا مصر في مهجتي وأهواك يا مصر العمق الأول إن غبت عنك ولو لحظة أذوب حنينا وقاسيا النوى. إن عطشت للحب يوما فبحبك يا مصر قلبي الدوى. نوى الكل رفعك فوق الرؤوس وحقا لكل امرئ ما نوى. أو كمان بتغني يعني هي بتشتغل كل الفنون وأكيد بتعمل كمان حاجات حلوة برضه ليا حلوة جميلة. وكمان هي مصممة أزياء يعني أنا عارفة بقى أسرار فبتعمل أزياء جميلة بذوق رفيع جدا الحقيقة. فأكيد إن هي مش عارفة بقى ناخد دكتوراه في إيه ولا إيه ولا إيه لكن إحنا قلنا إن منحة الدكتوراه فنان إن شاء الله الحقيقة في الفن وهي الفنانة الكبيرة سمية الخشاب. أنا مش هقدر أتكلم لأن لو اتكلمت هقعد أقول كلام كتير قوي لحد بكرة عليها. لكن إحنا سعداء بوجودها وبتجربتها دعوة اللي هتكون من أحباب الدكتوراه الفخرية من منظمة الأمم المتحدة للفنون الفنانة سمية الخشاب. يا سادة فانا اسمي الخشاب. عايزين تسمع صوت البنت بتغني ولا هنقول كلمه؟ مساء الخير على جميع.
طبعا بشكر United Nations of Arts ودكتور نبيل رزق ومعنا يعني ميرسي بجد والله على الثقه الكبيره دي وبشكر حضرتك على تقديم الحلو وبشكر كل الحضور مبروك لكل اللي اتكرموا لانهم فعلا بيستاهلوا والاختيار كان موفق جدا بجد يعني لانه اتفاجئت بناس كتير جدا انا بقدرهم وبحبهم جدا شفتهم النهارده ومش عارفه اقول ايه بس هو التكريم هو احلى حاجه حلوه الفنان تبقى هديه له عن شغله وتعب ومجهود كبير قوي بيقدمه للجمهور اللي هو بيحبه ودايما يا رب نتكرم ودايما يا رب اللي بيحبونا يكرمونا بيشتركوا كده شكرا مش مهمني انا ضد فكره التكريم احنا مع فكره الجايزه ان احنا ندي جايزه لحد عمل اعمال فعلا لا قصدي ان هي مش التكريم كتكريم لا هي فكره الجايزه لانه عمل حاجه فاحنا بنتشرف بيكي والجايزه بتتشرف بيكي ثانك يو فيري ماتش ثانك يو حبيبي يعني هنسمع صوت الجميل اجمل صوت اذاعي وتلفزيوني في التلفزيون المصري الحالي ولا يعني ما زرتيهاش بس هي في الحالي. مساء الخير وصدقوني انا في حاله دهشه من اول ما بلغت ان انا هاخد جايزه قلت اخيرا بعد كده إنه كمان اللي بيدي الجائزة منظمة عالمية قلت إذا كل اللي هيجتهد هيلاقي ثواب كبير حتى لو يتأخر حتى لو يتأخر أنا مبسوطة جدا وكانت طبعا المرحلة اللي أنا فيها ياما دخلت أخبار اليوم وكتبت ياما عملت كده ياما استضفت الدكتور كولا وقال لي كلام جامد في القناه الثالثه هي مرحله في كل حياتي التلفزيون كان كل حياتي جنبه هند فقط التلفزيون كان لنا هند رشاد ومجلس الشعور الشعب وطبعا برنامجيه هايله وتاني ومن مريم حفيدتي دكتوره هي بقى اللي اختارت ان هي تبعد عن الاعلام لكن هند كانت اعلاميه والان تفرغت لمجلس انا هخلي انا مش هقدم لازم تبقى هند جنب مامتها في اللحظه الجميله دي فمدام فريد الزمر الاعمال الكبيره هي اللي هتقدم هند عشان تمنح درجه الدكتوراه فهي برضه في الاعمال انا عاطف نور الدين طبيب مصري افخر اني تتلمذت على استاذ الاجيال العلامه القدير استاذ الدكتور حسام وافي كل أطباء مصر يرفض لي هو وقمم مصر من الأساتذة العظام مع حفظ الألقاب الدكتور هاشم فؤاد والدكتور سيد سيف فرامل والدكتور محمود خميس النسا أساتذتنا الأفاضل اللي ادونا تقل وعلمونا الإنسانية وعلمونا الأخلاق قبل الطب ولولاها ولولا كلماتهم اللي اصبحت فعلا قانون ونبراس لينا بقينا في مقدمه كل الدول في الطب بفضل اساتذتنا العظام. شيء مهم جدا وعايز اقول شهاده حق لان برضه انا سعيد جدا ان دكتور تلميذ ان انا موجود وسط خبيرنا وكذا واخد كلمه من شخصية أنا تأثرت يمكن منها جدا وسعيد النهارده أنا شفته إن شخصية تستحق التكريم وسعيد جدا إن هو تم تكريمه.